كما قلت ان بن سليمان عنده فرصه تاريخيه ان شاء الله باش تكون في مسار ديال التنميه ومسار ديال الدول المتقدمه. اذا المغرب حدا التنظيم ديال كاس العالم 2030 كنا نتمنوا انه تكون المغرب بوحده ان يعني نظم هذا الكاس باش تكون 12 جهه ان شاء الله معنيه. للاسف معنا اسبانيا والبرتغال، يعني تقريبا 6 الجهات اللي غتكون معنيه، ولكن ان شاء الله هذه 6 جهات غتاخذ الحق ديالها. كما شفنا دوله اسبانيا 1982 خذات الكاس العالم وكانت ثوره وكانت بدايه انطلاق اسبانيا نحو انها تكون دوله صناعية ودولة قوية اقتصاديا. المغرب عنده غير ست ان شاء الله ست الجهات، منها جهة ضرب دستات واقليم بن سليمان. تنتمنى ان كذلك النهائي يكون في المغرب، لان بحكم اسبانيا خذات الفرصة ديالها في 1982، المغرب غيكون عنده اكبر ملعب في الكون او اكبر ملعب في العالم بسعة ديال 115,000 متفرج. تنتمنى ان المغرب ياخذ الفينال او ياخذ افتتاح، بحكم ان راه عارف ان دول اخرى كالاوروغواي والارجنتين والباراغواي غتاخذ هي الحصة ديالها. ملعب بن سليمان او كما تم اطلاق عليه اسم حسن الثاني سوف اعطى وغادي يعطي واحد التنميه مهمه لهذه المنطقه ديال بن سليمان، وايضا لمدينه الدار البيضاء كقطب اقتصادي كبير، غيساهمين في التنميه ديال المنطقه وايضا في التنميه ديال الشباب من خلال خلق فرص الشغل، وايضا يعني الاهتمام بالرياضه اكثر واكثر واكثر، وايضا الرفع للمشعل العالم الوطني على الصعيد يعني الافريقي والوطني والعالمي ايضا. وكنتمنى والله عز وجل انه علاش لا ان شاء الله هذا الملعب يحتضن اما مباراه الافتتاح او المباراه النهائي ان شاء الله تعالى في بلادنا المغرب. وهذه الجوهره، هذه الجوهره عطات واحد الرونق، حيت غتعرف يعني فيه الزخرفه مغربيه، تقاليد مغربيه اصيله من خلال الشكل ديالو والبناء ديالو، وهذا ما يبين يعني عراقة المغرب والمملكة المغربية اللي كرجع تاريخ لأكثر من 12 قرن.